الدراء، على دور الدراء والخوف يعني. So luckily that this short story is coming. اجتمعنا هون في خارج كلية الآداب لنعطي دروسنا لنتابع استمرار تعليمنا. طبعا نحن في نهاية العام الدراسي وحضور الطلاب أمر ضروري. طبعا نتفاجأ طبعا حكومة الإنقاذ بإصدار قرار بإغلاق كلية الآداب وجميع كليات جامعة حلب، وهذا أمر ظالم للطلاب وظالم لمستقبلهم وثورتنا. ولكن الطلاب أصروا على الحضور، أصروا على أخذ دروسهم، ونحن ككادر سنلبي طلابنا أينما كانوا وأينما ذهبوا. سنحضر معهم، سنعلمهم، سندرسهم، سنحافظ على ثورتنا إن شاء الله من الجهل. تفاجأنا أنه الأبواب مقفلة داخل الجامعة، داخل الحرم الجامعي، في شباب مسلحين عم يمنعوا دخولنا على الجامعة. ما بعرف هاي الظاهرة، يعني هن بيعتقدوا انه راح يوقفوا مسيرتنا التعليمية، فنحن قررنا انه ناخذ دروسنا التعليمية برا على الركام على الحجر، المهم ما نوقف مسيرتنا التعليمية. طبعا لا، ما في حدا بيقدر يوقف مسيرتنا التعليمية ايا كان يعني. He's absolutely incapable of doing anything with you. I mean, you know, there is one thing, guys.